من أن تكون قيادة البلد ورئاسة البلد وبرلمانها، من التيار الإسلامي عموما، من أبناء مصر المخلصين ممن يريدون وجه الله عز وجل. أتفاؤل من وراء ذلك الخير الكثير. إن عندنا نظاما لو طبقناه لرفعنا المستوى المعيشي لجميع شعب مصر. أين نحن من بيت المال؟ لو جمعت الزكوات كما ذكر أهل العلم، هناك كثير من أصحاب الثراء يخرجون زكاة المال ولكن بطريقة لا تنهض بالفقراء، فيظل الفقير من يوم أن ينفق عليه الغني إلى أن يموت أحدهما يظل هذا الفقير كما هو. وإن نظام التكافل الاجتماعي في الزكاة إنما المقصود من ورائه أن نرفع عن كاهل الفقير فقرة ونشطب اسمه من قائمة الفقراء إلى قائمة الأغنياء. فلو قرأت في كتب العلماء لقالوا إذا كان للفقير مهنة وحرفة أحضرنا له آلة الحرفة. ولا شك أن هذا نهوض واستفادة بالخبرات وقضاء على البطالة. يكون صاحب حرفة فيشتري له آلة الحرفة ليقوم بعمل ينفع به الأمة ويعف به نفسه وولده. فإن كان صاحب تجارة أعطيناه من المال ما يتجر به وهكذا يرتفع المستوى المعيشي لأمثال هؤلاء الفقراء. فلو أننا فعلنا مثل هذا، وأذكر أن بعض الإخوة سمع لي خطبة وأنا أعرض هذا الموضوع، فقاموا في بلادهم يطبقون هذا الأمر على حدود ضيقة، فكانوا يذهبون إلى بعض الفلاحين يشترون له بعض المواشي لكي يقوم بتسمين هذه المواشي، وبارك الله عز وجل في هذه الأموال واغتنى هؤلاء الفقراء. هذا نموذج بسيط جدا تحل به أزمة اقتصادية، تحل به مشكلة كمشكلة البطالة ومشكلة الفقر، وهو في نظام الإسلام بفضل الله عز وجل. فضيلة الشيخ الدكتور عادل عزازي حفظه الله، مرشح حزب النار عن قائمة شمال الجيزة، نسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء على هذه الإطاعات وهذه الكلمات النيرات.